فرنسا واستراليا. مباراة صعبة على استراليا. على الورق فرنسا مرشح قوي جدا، مرشح البطولة فرنسا طبعا ايه، لكن حقيقة الميدان شيء ثاني. صحيح. المنتخب الاسترالي ربما سيكون مفاجأة في هذه المجموعة بالذات، هذا من وجهة النظر متاعي المتواضعة. قوة هذا المنتخب تكمن في المدرب. انا اؤمن بالمدرب صاحب التاريخ والكاريزما والانجازات، مدرب محنك فان ماربك الهولندي، نعرفوه حق نتائج ايجابيه جدا مع المنتخب السعودي في فتره وجيزه، اعطى المنتخب السعودي طابع خاص به على مستوى الاسيو وعلى مستوى التصفيات، اهلهم لكاس العالم. اي قدم المنتخب السعودي كاحسن ما يكون في وقت جاء فيه والمنتخب يعاني من مشاكل كثيره وثغرات كبيره للامانه. اليوم صحيح المنتخب لا يضم نجوم كبار، لكن قوه هذا الفريق الاسترالي في الاداء الجماعي والروح القتاليه العاليه جدا على الطريقه الانجليزيه الاسكندنافيه، اجسام تقريبا كبيره ولياقة بدنية عالية جدا، مميزين على مستوى الثنائيات، مميزين في كرة الهوائية، مميزين في السرعات أيضا، وهذه أهم خصائص كرة القدم الحديثة. أنك تكون قوي جدا، أنك تتفوق يعني في السرعات، يكفي أن تأخذ التفوق على 3-4 ثواني سبرنت على المهاجم الخصم أنك تحقق نتيجة إيجابية، وهذا مهم في كرة القدم. المنتخب الفرنسي فنيا كأفراد من أروع المنتخبات تقريبا حاليا، كرة نارية يعني على مستوى الوسط، على مستوى الدفاع، على مستوى الهجوم. عامل خبره مهم ايضا في المنتخب الفرنسي، تصدر المجموعه نتاعو كاحسن ما يكون، يعني راح يقدم من خلال المباراه الاولى سنتعرف على المنتخب الفرنسي هل انه قادر انه يذهب بعيدا في هذه المسابقه ام لا. لكن في اعتقادي حتى وان كان فرنسا ستفوز في الاخير ستعاني الامرين من استراليا.